الترند اللي طلع بقاله فترة هتشوفوه تعرفوا من شكله، اللي هي صوابع كده معمولة محشية جبنة كريمي ومحشية بتتحط بصوص تشيز كيك أو صوص الفراولة. تعالوا نعملها رمضانية. دي عجينة السمبوسك، ودي عجينة السمبوسك اللي احنا حضرناها مع بعض وفرستها بس وطلعتها من الفريزر زي الفل. بنعمل ايه؟ بناخد عجينة السمبوسك وبناخد من الزاوية اللي فوق دي للزاوية اللي تحت، نعمل كده. حلو. بس انا النهاردة قررت اديها نكهة رمضانية. طب احنا لو مثلا يا شيف شهر 11 هحط فيها مثلا نكهة القرع والبامكن سبايسز، طب لو احنا مثلا في مثلا الفاكهة ممكن احشيها بكريمة او قشطة وبعدين احط لها صوص فاكهة الى اخره. انتوا تقدروا تدوا الحاجات دي النكهات اللي انتوا عايزينها. بنقفلها زي ما نقفل السمبوسك كده. حطيت فيها انا هنا النهاردة كرمضان حشوة رمضانية حتة بلح اهي وشوية بندق، وهنعمل لها صوص رائع. فانا هلفها كده. لو هتحشوها الجبنه الكريمي حطوا حته جبنه كريمي المكعبات دي عارفينها، وادهنوها بشويه زيت وحطوها بالفرن لما تتقلي وهي مفتوحه من الجنبين كده اكيد اكيد هتسرب وفي الزيت. والفيديوهات اللي بتشوفوها دي اكيد في خطوه مخبينها، مفيش حاجه اسمها تبقى مفتوحه ومحشيه قشطه او فيها جبنه كريمي. على الزيت بنقليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يشوف عجينة السمبوسك يكتب مي شو سمبوسك، هتلاقوا الوصفة رائعة عملناها. هنا عندي على النار هحط الآتي. كان عندي زبدة يا شباب اهي، عسل اسود، هنعمل كراميل شرقي كمان، عسل اسود وزبدة معاهم. هنحط قشطة مش كريمة، بصوا لونها. نجهز طبقنا جنبنا، ممكن تطلعوها. حاضر يا مخرجنا هوريها لك وللمشاهدين. شايفين؟ ممكن تطلعوها تحطوا عليها مجرد مثلا قرفه وتاكلوها كده بما انها فيها تمر من غير صوص، وممكن تعملوا الصوص. انا عايزه بس اطلع دول واركز في الصوص ونقدمها بشكل حلو. شايفين قد ايه سريعه؟ والبندق ممكن تحطوا مكانه عين جمل، ممكن تحطوا مكانه سوداني، اللي انتوا عايزينه. خلينا بس تزنقوني انتوا دايما يا كنترول. 4 دقايق. تعالوا نعمل الصوص السريع. عندنا عسل اسود، ده الديبنج صوص. هحط كوبايه عسل اسود مثلا واحط لها قشطه، سوري زبده، معلقتين كده زبده. ده كراميل السريع، ها كراميل اللي واخد لون الكراميل من العسل الاسود، يعني ما كرملناش السكر وافيد طبعا بكتير. سيحها معاها، وهنحط لها بدل الكريمه القشطه. الحاجات اللي بقى عندنا في رمضان الصراحه متوفره اكتر من حاجات تانية فهنستخدمها. هناخد دلوقتي طبق حلو. انهي طبق يا ترى؟ هيستعجلونا ولا لا؟ ولا هيدونا دقيقه؟ تفتكروا الكرمه هيدونا دقيقه كده زياده حلوه؟ اي كنترول. احط لكم هنا معلقتين من القشطه كده. عندنا بقى صوص محتاجة مضرب سلك. شفتوا سرعة الكراميل ده؟ ولا كرملنا سكر ولا حاجة، وفوايده عالية لأنه العسل الأسود اللي هو الدبس القصب مليان بالحديد والمغنيسيوم وفوايد كتير أكتر من السكر العادي. بس كده هنسيبه لو عندنا وقت على النار دقيقتين. بس بما أنه الكنترول ما ردوش عليا في موضوع دقيقة الزيادة ده، هقوم واخده. بصوا هحط صوص تحت كده ونبتدي نرصهم بشكل لذيذ. ممكن تحطوا عليهم قرفه وحبهان، انا هرشهم رشه كده سريعه بالاخر. فهحط دول بالشكل ده، نوزعهم. يا رب الطبق ما يبقاش صغير، عندنا كميه هيتشربوا من تحت الكراميل، ونحط طبق كراميل على جنب فور ديبينج للتغميس. بتوتر لما تقولوا لي دقيقتين يا كنترول. كام دقيقتين ولا ثلاثة؟ دقيقة كمان. ايه ده؟ طب نوريهم السفرة كده مخرجنا كده لحد ما انا ارص دول. يورينا السفرة الحلوة وانا هرص دول كده سريعا سريعا.
عندنا فتة المكدوس، شوفوا طلعت حلوة ازاي، وعندنا الفتوش، وعندنا الجراتان، او ما اقدرش اقول عليه جراتان، البتنجان جراتان طبقات، هنسميه البتنجان بالبشاميل. خلاص انا هعمل كمان لاير كده واحده، وازود الصوص بالنص، ونرش رشه قرفه وحبهان، ونروح على سفرتنا على طول. حال كل الامهات على الفطار والله. يلا بينا. وصفاتنا هيلاقوها فين يا كنترول؟ تطلعوا لنا على الشاشه، صفحتنا على الفيسبوك ماي شو تي في، هيلاقوا الصور وهيلاقوا المقادير. ايه ده كفت معانا، شفتوا البركه في الوقت ما شاء الله. ما بيقولوا لي تايم، بس انا هخطف 30 ثانيه، 30 ثانيه نرش الرشه ما شاء الله. بصوا بالظبط ده الشكل اللي انا كنت عايزه اعمله، رشه قرفه، دينا نكهه رمضانيه حلوه، رشه حبهان لو حبيته، حلوه قوي قوي بيطلع مع التمر. والى سفرتنا مع سنه من الكراميل في طبق جانبي.